السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي. اكبر تحيه لمواليد برج الدلو. برج الدلو، ركز معايا كويس جدا في قراءتك النهارده، قراءه جميله جدا وهتكون طاقه ايجابيه. التاريخ بتاعك 13 ابريل، ده تاريخ الفيديو، التاريخ علشان مصداقيه قناتك، اما قراءتك عامه ومفتوحه وتنطبق على الجنسين. ربنا يجعلك في كل خطوه سلامه الفتره اللي جايه، ويجعلك من الصابرين باذن الله. هيكون في تقدم وفي راحه، وهيكون في خير قادم لحياتك، بس انت ركز معايا وان شاء الله باذن الله ربنا هيبشرك. هنشوف مع بعض يا برج الدلو ايه الاخبار اللي عندك الفتره اللي جايه، وايه التقدم، وايه الاحداث الشديده اللي هتحصل الفتره اللي جايه باذن الله. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. برج الدلو، الفتره دي هتكون فتره تقدم على اكتر من وضع عندك، او على اكتر من طريق، على اكتر من حاجة، على اكتر من موضوع. الوضع عندك بدأ يترتب، او انت بدأت ترتب الوضع عندك اكتر من حاجة. في مواضيع عندك بدأت تاخد وتدي فيها، في كلام عندك هيتقال فانت هتاخد فيه قرار حاسم، في طريق هيتفتح قدامك فانت هترسم فيه احلامك، الله اعلم. بس انت على جميع الاصعد هيكون في كمية راحة رهيبة جدا. ليه بقى؟ اولا انت عندك دفعة لقدام، عندك خط لقدام، عندك طريق لقدام، عندك اكتر من حاجه لقدام. انت ناوي على حاجات كتيره جدا عايز تعملها الفتره دي. البعض منكم قلقان على موضوع شاغل باله، البعض منكم عنده حيره وتوتر من كذا طاقه مأثره عليه، عندكم خروج من محنه، خروج من كتله مسببه لكم ضغوط نفسيه او مسببه لكم مشكله كبيره على حياتكم. البعض منكم حيران، البعض منكم مستني دفعه لقدام، البعض منكم عنده اكتر من طريق مفتوح قدامه بس هو قلقان بسبب الطرق دي، ومش عارف ياخد قرار ازاي، مش عارف يبدا ازاي، مش عارف يتعامل ازاي. عندكم اسئله كتيره جدا حاطينها، وعمالين تترددوا، عمالين تسالوا، عمالين تعفروا من اجل ان انتم يكون في نجاح عندكم، في ازدهار عندكم. البعض منكم ممكن يكون عنده قلق بخصوص مشروع، قلق بخصوص شغل، قلق بخصوص حاجة معينة مأثرة عليه. في اكتر من طريقة عندكم مأثرة عليكم في اكتر من حاجة، بس انتوا ناجحين جدا في شغلكم الفترة دي، او ناجحين ان انتوا تخلصوا نفسكم من اي طاقة سلبية. عندكم بنوتة او واحدة ست وبنوتة مأثرين عليكم في كل حاجة، ضغطينكم حرفيا نفسيا، مخليين دايما عندكم في رجوع لورا، مفيش تقدم في اكتر من حاجة، فيك اكتر من حاجة مضايقاكم، اكتر من حاجة عاملة لكم عراقيل. انتوا بتحاولوا بقدر المستطاع الفترة دي ان انتوا اعصابكم تكون هادية خالص، بتحاولوا ان انتوا تستجدوا وتتأقلموا على الوضع بتاعكم. طبعا من بعد الفترة الصعبة اللي انتوا عشتوها مع نفسكم او مع بعض الاخرين اللي في حياتكم، بس الفترة دي فعلا هي فترتكم وفترة النجاح بتاعتكم، فترة ازدهاركم بنفسكم، فترة التقدم ليكم ولحياتكم. فانتوا لازم تركزوا الفترة دي على النجاح بتاعكم وعلى الازدهار اللي انتوا عايزينه. ليه؟ علشان هيكون في تقدم حلو جدا، وهيكون وشكم الفترة دي منور في اكتر من مشروع او في اكتر من طريق. ليه بقى؟ علشان خاطر انتوا بقالكم مده وشكم دبلان، بقالكم مده بتعانوا من ضغوط نفسيه، اذا كان الشريك او اذا كان حد من اهل الشريك. ليه؟ علشان خاطر انتوا الفتره دي عشتوا في مأساه مع اهل الشريك. اهل الشريك كانوا دايما حاطين عليكم، اهل الشريك كانوا دايما في بينكم وما بينهم مشاكل وضغوط نفسيه، رغم طيبه قلبكم واناقتكم وحياتكم الهاديه والجميله، رغم ان كانت فعلا الناس بقدر المستطاع حاطين عليكم في اكتر من حاجه. القلب عندكم في يعني بتعانوا من ناحية القلب، في طاقة مأثرة عليكم من ناحية القلب. القلب عندكم تعبان شوية، القلب عندكم في حاجة مأثرة عليه، فانتم متضايقين مخنوقين. كمان بدأتوا انتوا تفقدوا ثقتكم في ناس مقربة ما توقعتوش منها ردة الفعل دي، ما توقعتوش منها ان هم يعملوا فيكم كده. بدأتوا تاخدوا معاها قرارات حاسمة، وقلتوا الناس دي احنا مستحيل نتكلم معاها، او مستحيل بمعنى اصح نفكر ان هم يتكلموا معانا. في مواضيع بدأتوا تاخدوا تدوا فيها، مواضيع بدأتوا تختلفوا في رأي الاخرين في حياتكم، فبدأتوا تقولوا خلاص
حسبنا الله ونعم الوكيل، في اي حد ممكن يأذينا. بدأتوا تحطوا رجلكم على ارض صلبة في حياتكم، بدأ التقدم ياخد دور كبير جدا منكم، بدأ ان الحياة اللي فيها استقرار لحياتكم بدأتوا تتحسنوا على اكتر من وضع عندكم، في اكتر من حاجة بدأتوا تشتغلوا عليها، في اكتر من حاجة بدأتوا ان انتوا تحسنوا مواضيع داخل بالكم. ففي طاقة سلبية انتوا هتركنوها على جنب الفترة دي. مهما اتظلمت الفترة دي ربنا هيبشرك تبشيرة حلوة جدا، انت ماشي في عمل صالح، في نفس الوقت انت شايل هم كبير فوق كتفك، الهم الكبير ده مخليك عايش بعذاب وألم. في حاجة انت مخبيها على الشريك، الحاجة اللي مش خبيها على الشريك دي رغم ان انت كتاب مفتوح، رغم ان انت طاقة كده مفتوحة ما بتعرفش الكذب ولا بتعرف النفاق، ودايما اقولك ان كلامك دبش مع الناس، كلامك دبش مع الاخرين. عندك انسانة او عندك ست كبيرة عجوزة، الست الكبيرة دي في السن دايما بتزود همك، دايما بتبين لك ان هي بتدعي لك، بس هي مش بتدعي لك، هي حاسة ان انت ماشي ومش سامع كلامها، وعشان كده دايما بتدعي عليك بس قدامك بتدعي لك. الفترة دي كمان عندك تحديد مصير في حاجات كتيرة جدا، انت حاطط الهدف قدامك وعمال تحدد في مصيرك وتحدد ازاي هتعدي الايام دي. عشت اكتر من سنة كنت فيها عذاب، وحان الوقت ان انت تعيد حساباتك. عندك فضل انت هتعمله، او عندك كده طاقة ايجابية، في خير ليك حلو جدا. انت دايما في شوية عنف، بتتعامل بعنف مع الاخرين، بتتعامل كده بتلقائية اكتر، والتلقائية دي مخلياك انت في شوية حيرة. ده بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، في حد ظلمك وكسر بخاطرك. كمان الفترة دي انت بتحاول تهدي نفسك بأي طريقة، بتحاول ان انت تهدى خالص وتتعامل بما يرضي الله مع الاخرين اللي في حياتك. عندكم زيارة، عندكم لقاء، عندكم حد هيجاوب معاكم، والقعدة هتكون لطيفة وهتكونوا مبسوطين جدا بالقعدة دي. البعض منكم مراقب، البعض منكم عنده عين متراقبة، البعض منكم بتراقب من على جميع المواقع، وفي نفس الوقت انتوا ناويين تغيروا السكن اللي عندكم حاليا بقدر المستطاع، عايزين تطلعوا منه. عندكم قعدة، والقعدة دي انتوا هتقولوا الحق، وهيبقى في القعدة دي شخص دمركم وأكل من حقكم كتير جدا، أو شخص بمعنى أصح ظلمكم واتكلم عليكم في كذا حاجة. فعشان كده دايما هتكونوا أصحاب حق، أصحاب شخصية عظيمة، صحاب تلقائية في حياتكم. كمان انتوا هنا في استعجال، عندكم مستعجلين في حاجة، في أمر معين حاطينه ببالكم ومستعجلين عليه الله أعلم، بس انتوا الفترة دي من كتر الاستعجال عندكم بدأتوا انتوا مش عارفين عايزين ايه أو في ايه. البعض منكم حاسس ان هو مدبوح بسكينة تلمة، حاسس ان هو مدبوح وبيتعذب، رغم ان انتوا بتسعوا الفترة دي من تحقيق الحلم وتحقيق النجاح اللي عندكم، ودايما هيكون عندكم شكرانية تامة في التعامل، في الاخذ والعطاء. انتوا بتحبوا تدوا كتير بس ما بتحبوش تاخدوا، يعني انتوا بالمود ايه، ايدكم كريمة جدا، ايدكم وشكم بشوش، بتتعاملوا مع الناس بما يرضي الله، بس انتوا هنا محطوط عليكم من حد بطريقة سلبية. كمان البعض منكم انتوا عندكم، يعني البعض منكم ممكن يكون عنده طاقة معينة، اذى في حاجة معينة، انتوا بتنظرين للايام اللي جاية بطريقة مختلفة، بس في حظ بينكم ما بين حد، يعني انتوا محظورين من حد حذركم الله اعلم، في بلوك عندكم هيتفتح الفترة دي. كمان انتوا هنا عايشين مع بعض الاخرين بذل، عايشين ببعض الاخرين بكسرة قلب. البعض منكم ممكن يكون في علاقة زلال، البعض منكم ممكن يكون في علاقة سلبية، علاقة تعبية جدا وتعبة جسده، فعشان كده هو مفكر ان هو يشتغل بطريقة ايجابية. كمان انتوا هنا بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، هيبقى عندكم حد كبير، الحد الكبير ده فعلا هيطبطب عليكم وانتوا هتتكلموا معاه بطريقة ايجابية، وبعد ما هتتكلموا معاه هتحسوا قد ايه ان ربنا كريم عليكم، وان ربنا فعلا هيخفض جواكم الالم والحزن اللي جواكم. عندكم كمان هنا حد صغير، الحد الصغير ده انتم متعلقين بيه بشكل كبير جدا وبتحبوه بكل الطرق، يعني الشخص ده طفل صغير انتم بتحبوا جدا تشوفوه، بتحبوا جدا تتكلموا معاه، بتحبوا جدا تتعاملوا معاه.
انتوا هنا في حد اكل حقكم، انتوا مساكين جدا في التعامل، بس عليكم ندر. الندر ده لازم الفترة دي تقفوا بيه. عندكم اخوات مش حابالكم الخير، بيتعاملوا معاك بكده بطاقة سلبية. الاخوات دي مش حابالكم الخير فعلا، حابة تأذيكم بأي طريقة، حابة ان هي توقعكم في طريق سلبي، في طريق اذى، في طريق تعب، الله اعلم. بس انتوا زي ما قلت لكم، انتوا ماشيين جنب الحيط، مش ماشيين بأي طريقة تانية، ماشيين جنب الحيط. فعشان كده دايما هيجعل لكم ربنا في كل خطوة سلامة. سمعتوا خبر ضايقكم، سمعتوا خبر تعب نفسيتكم، سمعتوا خبر بمعنى أصح حسيتوا ان الخبر ده ايه ده، انتوا اتصدمتوا جدا لما سمعتوا الخبر ده، وعشان كده خدتوا قرار حاسم في الموضوع ده، خدتوا قرار كده بشكل كبير، خدتوا قرار كده انتوا مش عارفين القرار ده خدتوه ازاي، بس كل اللي عليكم ان انتوا خدتوا القرار ده علشان خاطر تشوفوا الايام اللي جاية بيبقى فيها ايه، او تشوفوا الايام اللي جاية هتمشي ازاي معاكم. كمان انتوا هنا عايزة اقول لكم ان انتوا حد بيدور وراكم، حد من ابراج هو ايه، حد كده بيحاول ان هو يفتش وراكم باي طريقة، وانتوا برضو حراسيين جدا الفترة دي ان انتوا ما تقعوش في غلط او تقعوا في خطيئة او تقعوا في ذنب معين، الله اعلم. بس انتوا خلوا بالكم دايما انه في حد عندكم بيحاول يدور وراكم، عندكم حد مخلص ليكم جدا، بيحب جدا يساعدكم في كل حاجة، بيحب جدا يقف معاكم، بيحب جدا ان هو يعني يقف يكون ظهركم، يكون سندكم في الحياة. الله اعلم ايه اللي بالرابط اللي بينكم، اذا كان صديق او حبيب، حد مقرب ليكم بمعنى اصح. طبعا الشريك الفترة دي، الشريك الفترة دي في حيرة، الشريك الفترة دي في دوخة، الشريك الفترة دي مش عارف ياخد قرار ولا عارف يتعامل ازاي معاكم، وعشان كده انتوا ممكن تكونوا بتفكروا الفترة دي ان انتوا تبعدوا حبة وقت لحد ما تشوفوا الدنيا هتترتب ازاي، او بمعنى صح تشوفوا الدنيا هترسى فيها ايه. كمان انتوا هنا بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، الفترة دي هيبقى فيه اتخاذ وعطى عندكم، وهتنظروا للحياة بشكل مختلف، وان شاء الله كمان هيبقى فيه يعني حاجة كده جديدة، هتحس ان هي غمرت قلبكم بالطريقة الايجابية. العمل الصالح بتاعكم دايما هو اللي بينجيكم من اي عذاب. في واحدة ست انتوا كنتوا ماشيين وراها، الست اللي كنتوا ماشيين وراها دي كانت سلبية جدا، وده اكبر غلط ان انتوا فضلتوا تمشوا وراها، تعبتوا واتأذيتوا وحسيتوا قد ايه ان انتوا اللي بتعملوه ده غلط خالص، علشان الست دي عايزة فعلا تخرب بيتكم، وعايزة توقعكم في شر اعمال هي انتوا مالكمش اي دعوة بيها. انتوا ممكن فعلا تكونوا بتمشوا يعني في ماشيين في طريق اذى ليكم انتوا مش لحد، بس تعبانين يعني، ممكن تكونوا انتم من وقت للتاني بيجيلكم نفور من الشريك بطريقة كبيرة جدا، ومبتبقوش عايزين تتكلموا معاه ولا عايزين تتعاملوا معاه خالص، وبتبقوا كارهينه. ده ساعتها بيدل على الحسد الشديد، انتوا دايما متفوقين في كل حاجة، بس عندكم حد بيخون وحد بيخدع وحد بيظلم. كمان انتوا عندكم الفترة دي هتمسكوا قلم وهتمضوا امضة، الامضة دي هتكون خير، ما تقلقوش خالص، الامضة دي هتكون خير ليكم انتوا، لا اما كتب كتاب، لا اما شهادة على حاجة، لا اما توكيع على سفر، توكيع على ورق مهم جدا ليكم. كمان البعض منكم عنده حاجة تخص البنك، عنده فلوس في البنك، عنده ورق يخص بنك، الله أعلم. بس انتوا عندكم حاجة تخص البنك الفترة دي، وان شاء الله بإذن الله الطاقة الإيجابية اللي انتوا مستنينها هتلاقيها على جميع الأسر بتاعتكم، فبلاش الهم وبلاش التوتر اللي عندكم واللي ملازمكم على الفاضي وعلى المليان. كمان انتوا حاسين بالنبضات كده الغريبة جدا في جسمكم، حاسين بالتوتر والحيرة رغم ان انتوا متألقين جدا في كل خطواتكم. كمان انتوا هنا بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، هتكونوا من العشرة الأوائل في كل حاجة، هتكونوا دايما مميزين في كل حاجة، أو انتوا دايما بتميزوا نفسكم في كل حاجة، فانتوا عندكم تميز، عندكم خير، عندكم طاقة إيجابية، عندكم طاقة عامة أو طاقة جديدة. الطاقة الجديدة أو الطاقة الإيجابية ليكم دي طاقتكم انتوا، أو هدفكم انتوا، أو تحقيق حلمكم انتوا، أو تحقيق النجاح بتاعكم، الله أعلم. بس انتوا ما شاء الله عليكم، خلاص هتشيلوا الغشاوة اللي على عينكم علشان تشوفوا كل واحد عايز منكم ايه، تشوفوا الناس اللي حواليكم ملازماكم ليه، تشوفوا كل شخص في حياتكم بيتعامل معاكم ازاي، تشوفوا كل شخص في حياتكم انتوا ماشيين فيه ازاي، بتسعوا ازاي، بتتكلموا ازاي، بتتعاملوا ازاي. بدأت كل حاجة تتغير عندكم، بدأت كل حاجة تتعاملوا معاها عندكم بما يرضي الله. بس في
رعشة وفي ضربات قلب سريعة وفي هزة كده بتجيلكم في جسمكم بشكل كبير جدا. في حاجة معينة كده حاسين بيها، بدأ دم يعني انخفاض في ضغط، انخفاض في سكر، في حاجة عندكم انتم ملازماكم بتاخدوا لها علاج، او يعني في حاجة عندكم مأثرة عليكم يعني مخلياكم دايما مش عارفين تاخدوا قرار. اقدر اقول طبعا ان في ناس هنا بتعالج في جسمها، بتعالج في شعرها، في ناس ناوية تعمل عملية عندكم. عندكم الطفل، وزي ما قلت لكم الطفل اللي هو جميل الصغير ده اللي انتوا بتحبوه، الطفل ده تعبان شوية، الطفل ده مأذي شوية من العين، ان العين جاي عليه بطريقة كبيرة جدا، العين فعلا مؤثرة عليه، مخليه دايما عنده تراجع، مخليه دايما عنده مشاكل سلبية هو بيعاني منها، او بمعنى اصح ضغوط مؤثرة عليه في حياته. الفترة دي كمان بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، انتوا هنا هتكونوا من الناس المبشرة بالخير، لان انتوا هتقعدوا قعدة حلوة جدا مع ناس لطيفة، مع ناس كلها طاقة ايجابية، مع ناس فعلا هتتعامل مع انتوا هتتعاملوا معاها بما يرضي الله، او هيبقى في تعامل حلو بما يرضي الله. ليه؟ علشان انتوا شفتوا اذى كتير جدا في حياتكم، وشفتوا ظلم كتير جدا من الاخرين. ودايما اقول ان انتوا اوعوا تستعجلوا في اي حاجة مدام هي خير ليكم. ليه؟ علشان الاستعجال بيوقعكم في مشاكل، الاستعجال بيخليكم انتوا تزعلوا وتتعبوا نفسيا وجسديا. فعشان كده ربنا هيجعل لكم في كل خطوة سلام، وهيجعل لكم دايما كل حاجة فيها طاقة ايجابية، وفي نفس الوقت انتوا كمان هيكون عندكم دعم حلو جدا على جميع الاصعد. ليه؟ علشان انتوا طاقتكم ايجابيه وطاقتكم مفتوحه، والاخبار عندكم جميله جدا، وحسن الحظ حلو جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الطاقه عندكم عاليه قوي الفتره دي، ان انتوا تحصدوا وتسعوا، انتوا ماشيين في طريقه وماشيين في مجال، ماشيين في حاجه معينه، المجال او الطريقه او الحاجه اللي هي انتوا ماشيين فيها حرفيا دي حاجه خير، حاجه طاقه ايجابيه، حاجه فرج ليكم انتوا ولحياتكم. البعض منكم هنا يعني واقع في مشكلة وعايز يحلها، عايز فلوس سلف، مستني فلوس من حاجة الله أعلم، بس انتوا عندكم طاقات ايجابية وعندكم اخبار حلوة جدا، وفي نفس الوقت الطاقة بتاعتكم عالية في قمة الازدهار. ليه؟ علشان ربنا حكيم جدا بكل التعامل بينكم، حكيم جدا بكل اللي انتوا بتعملوه في حياتكم. وكمان الفترة دي مش عارفين تاخدوا نفسكم بسبب الكلام السلبي اللي عليكم، بسبب انه في ناس كتير جدا حاطة عليكم بشكل كبير، فانتوا بتقرروا قررتوا ان انتوا تشتغلوا على نفسكم، وقررتوا ان انتوا تعملوا حاجات كتيره جدا جديده. وزي ما قلت لكم انتوا بتجيلكم وجع في كتفكم، بتجيلكم دوخه، بتجيلكم نغزات، بتجيلكم ضربات قلب سريعه، وما بتبقوش عايزين تشوفوا، مش شايفين انتوا اصلا اي حاجه قدامكم، وبتحطوا ايدكم على الحيطه وبتسندوا بسبب الالم اللي عندكم، وبسبب ان انتوا العيون دايما مقصره عليكم. في حاجة انتوا بصلها من بعيد ومستنيينها تحصل عندكم بأي طريقة، بتبصلها كده من بعيد وبتقولوا يا رب امتى الحاجة دي تحصل. كمان البعض منكم هنا حاطط كذا حاجة قدامه، اللي عايز يشتري، يعني انتوا ممكن تكونوا شغالين في العقارات، عايزين تشتروا شقة، عايزين تشتروا حاجة معينة الله أعلم، بس انتوا عندكم شراء. وخلي بالكم انتوا الفترة دي بتحضروا تهدوا حد هدية، يعني انتوا هيجيلكم اليومين اللي جايين دول، او انتوا حاليا او الايام اللي جايه بتفكروا تهدوا حد هديه، بتفكروا تقفوا جنب حد، بتفكروا تساعدوا حد، بتفكروا ان انتوا تطلعوا نفسكم من اي ضغوط انتوا بتمروا بيها الفتره دي. ليه؟ علشان الظلم اللي انتوا فيه حياتكم مكفيكم، فمبقيتوش ناقصين اي حاجه، ولا بقي فيكم حتى اي طاقة للتأثير السلبي. ليه؟ علشان ربنا بإذن الله هو كبير عليكم، ربنا هو اللي هيسر امركم وهيفوض الحاجات السلبية اللي انتوا بتمروا بيها على جميع الاسعد. كمان العجلة بتاعتكم هتدور وهيشربوا من نفس الكاس اللي انتوا شربتوا منه، وتأكدوا كويس جدا من الكلام ده، فبلاش ان انتوا تتكلموا عن اي حاجة خير انتوا عملتوها، انتوا بس اكتموا وداروا وشوفوا بنفسكم، وهتتفرجوا على كل من اذاكم في حياتكم. مين الشخص او انتوا او مين اللي عندكم دايما بيهتم جدا بنفسه، دايما يعني طاقته كده ايجابيه، دايما عنده اهتمام بالنفس، دايما عنده طاقه ايجابيه، دايما عنده دعم، دايما عنده كده
حاجة جديدة، حاجة مختلفة، الله أعلم. بس عنده كده، عنده كده طاقة مختلفة، عنده كده حب للتملك، حب النفس، حب الحياة بتاعته، والله أعلم. فعشان كده انتوا الفترة دي اللهم صل وبارك على سيدنا محمد هتكونوا في قمة الإزدهار وهتكونوا في قمة العليا. ليه هتكونوا في قمة الإزدهار وهتكونوا في قمة العليا؟ علشان الطاقة بتاعتكم عالية جدا، علشان الطاقة بتاعتكم فيها دعم حلو قوي، وهتكونوا مبسوطين على جميع الأسرة. كمان انتوا الفترة دي في تكفية بنفسكم، وفي طاقة إيجابية حلوة جدا، وفي نفس الوقت هيكون يعني حد هيتعرف عليكم، حد هيدخل حياتكم الفترة دي، وافتكروا الكلام ده كويس جدا، ممكن يدخل من على السوشيال ميديا، ممكن يدخل من مقابلة صدفة، وهتكونوا مبسوطين جدا بالمكالمة دي أو بالحاجة المعينة دي. هتكونوا دايما في تألق كده، ودايما في ازدهار بالنفس، ودايما هتحسوا ان ربنا كريم جدا عليكم، وان ربنا عاطفي قوي عليكم وعلى حياتكم. فما تقلقوش خالص من اي اذى عندكم، ما تقلقوش خالص من اي ظلم وقع عليكم خالص. اتأكدوا ان في اقرب وقت او في احسن وقت ربنا هيجعل لكم في كل خطوة سلامة، وهيجعل لكم كده. يعني لو انتوا كنتوا في يوم من الايام مذلولين لحد، او كنتوا في يوم من الايام كده تعبانين نفسيا، انتوا ما تعرفوش ربنا مكاتب لكم ايه، ربنا مخبي لكم ايه، ربنا هيبشركم ازاي في كل خطوة او في كل سلامة او في كل طريقة او في كل حاجة معينة في حياتكم. دايما اقول لكم ان ربنا هيجعل لكم في كل خطوة طريق حلو جدا، انتوا ما تقلقوش خالص والله العظيم. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطركم وهتتفرجوا. ليه؟ علشان انتوا عشتوا ايام فيها الم، عشتوا ايام فيها خذلان من ناس كتيرة جدا، عشتوا ايام ما حدش يعلم بيها الا الله، يعني محدش يعلم بيها غير ربنا سبحان الله وتعالى. لدرجة ان انتم حد رمى عليكم طوبة، الطوبة دي كانت حريق بالنسبة لكم. كمان البعض منكم انتوا هنا عنده علامة في جسمه، العلامة دي دايما بتميزه عن اي حد، العلامة دي مازالت موجودة، مازالت في ايده، في رجله، في جسمه، بمعنى اصح في علامة عندكم في حياتكم، العلامة دي واخدة منكم جزء كده كبير، او كل شوية تبصوا عليها، كل شوية تفتكروها، عايزين تعالجوها، تعباكم، الله اعلم العلامة دي ايه صلتها بكم، بس هي فعلا ملازماكم في كل خطوة انتوا بتخطوها. كمان انتوا هنا بتحاولوا الفترة دي تكفوا نفسكم عن اي حاجة، ما بقيتوش مستنيين حد حاجة، مستنيين مش مستنيين من حد بمعنى اصح اي حاجة، حتى لو طبطبة انتوا بتطبطبوا على نفسكم، وبتداووا نفسكم، وبتعالجوا نفسكم، وبتعملوا كل حاجة لنفسكم. ليه؟ علشان انتوا شايلين الهم الكبير وشايلين الحمل الكبير على كتفكم. فزي ما قلت لكم انتوا عندكم عدالة، وعندكم خروج من الالم، الالم الشديد اللي انتوا عايشين فيه، او الحاجة الطاقة اللي مؤثرة عليكم انتوا. ليه؟ علشان خاطر طاقتكم بإذن الله هتكون عالية، وهترفعوا ايديكم لفوق، وهتفعلوا من تشاءوا بما يرضيكم انتم. كمان انتم الفترة دي في حد هيجيلكم وهيستعجلكم في قرار، او هيعرض عليكم عرض، علشان انتم تكونوا مستعجلين. لا، انتم ما تستعجلوش خالص، عشان هو العرض كده كده من نصيبكم، فانتم بلاش تتحسسوا ان انتم يعني ما صدقتوا ان القرار جالكم، ما صدقتوا انه في حاجة، لا، اتكلموا بالراحة واتكلموا بعقل اكتر، وخدوا في الامور وادوا، وبعد كده قولوا رأيكم اللي انتوا عايزين تقولوه بالطريقة اللي تريحكم، بالطريقة اللي انتوا عايزينها. وزي ما قلت لكم انت عندكم خير حلو قوي، الخير اللي جاي لكم ده هتحسوا قد ايه ان هو طبطبه من عند ربنا، وهتحسوا قد ايه ان هو دعم ليكم على جميع الاصعب بتاعتكم. ودايما اقول ان ربنا هيجعل لكم في كل خطوه سلامه، وهيجعل لكم دايما ايد ممدوده ليكم تساعدكم في الوقت اللي ممكن تقعوا فيه، او في الوقت اللي تحسوا انه مفيش حد جنبكم. ليه؟ علشان دايما ربنا عالم بنفوسكم، عالم دايما ان انتوا كنتوا طول حياتكم بتفعلوا الخير، وكنتوا دايما مغفلين بمعنى اصح، او كنتوا دايما يعني بتحسوا ان بعد ما بتقدموا الخير بتحسوا ان انتوا ايه ده اللي انتوا عملتوه ده، مفيش اي حاجة نفعت عليكم. كمان البعض منكم واخد صدمة في حياته كبيرة جدا، اللي راح عمل فحوصات، اللي راح كان بيتعالج عند دكتور نفساني، الله اعلم. بس انتوا حصل عندكم طاقة سلبية، حصل عندكم ضغط نفسي في حاجات كتيرة جدا، ما بقيتوش عارفين عايزين ايه او تعملوا ايه، او ايه اللي حصل عندكم، ليه؟ من كتر الضغوط اللي كنتوا شايلينها فوق كتفكم، من كتر الطاقات اللي كانت متوزعة عليكم. طيب هتفضلوا كده لحد امتى؟ لحد ما ربنا يجعل لكم في كل خطوة سلامة من الطريق اللي جاي. وزي ما قلت لكم انتوا قربوا من ربنا، الطبيعة بتاعتكم ملازماكم مخلياكم دايما عندكم ضغوط سلبية، ودايما عندكم توقعات
تعباء جسمكم، بتصحوا من النوم كسلانين، خمول، ارهاق، تعب بكل الطرق. ليه؟ علشان خاطر حاسين ان الضغوط اللي عندكم دي مأثرة عليكم في كل حاجة. فعشان كده ان شاء الله بإذن الله ربنا هيجعل لكم في كل خطوة فيها سلامة ليكم. تحياتي ليك.